هل التسامح عطاء؟ هل التسامح محبة؟ هل التسامح سلام؟ التسامح يتيح لنا أن نعيش مشاعر التعاطف والرحمة والحنان تجاه الناس. التسامح هو الطريق إلى الشعور بالسلام الداخلي والسعادة، وهو السبيل إلى الطمأنينة رغم الشعور بالألم والاستمرار في الحياة بعد تعرضنا للإذاء من الآخرين. التسامح يساعدنا على تحمل مسؤولية ما نشعر به وعدم التوقف عن الأمل لمجرد أننا تعرضنا لألم. مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم للتسامح وطن. في حلقتنا اليوم معنا ضيف مميز جدا، ولكن قبل أن نعرف بضيفنا في هذه الحلقة نطرح عليكم مشاهدينا الكرام سؤال حلقة اليوم، وهو أكمل هذا الحديث الشريف، من تصدق بعدل تمرة أكمل هذا الحديث. الحديث مرة أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تصدق بعدل تمرة نقط. أكمل الحديث على الرقم الظاهر أمامكم مشاهدينا في كل مكان، هتتصلوا بينا وتفوزوا معنا اليوم ب500 درهم نقدا. ومشاهدينا في كل مكان، الجوائز إن شاء الله تسلم بعد رمضان بعشرة أيام إن شاء الله، بعد نهاية رمضان بعشرة أيام. ونفس الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة هو نفسه إن شاء الله تتواصلوا عليه بعد رمضان لاستلام الجوائز. ويسعدنا أن يكون معنا اليوم الأستاذ الدكتور أسامة كامل اللالا، استشاري النشاط البدني وأسلوب الحياة. أهلا ومرحبا دكتور. أهلا ومرحبا أخوي أستاذ وائل، وتحياتي لك وللسادة المشاهدين. وحقيقة يعني التسامح هو ابتسامة. الله، جميل. نبدأ بالابتسامة الجميلة دكتور. نقول في رمضان الناس دائما تذكر العفو والتسامح في رمضان. نعم. يبعثوا رسائل قبل رمضان ويقولوا سامحني واعفو عني، زي ما بيبعتوها قبل العمرة. صحيح. وقبل الحج. علاقة التسامح ورمضان، يمكن علاقة، يمكن خلينا نحكي شغلة كتير مهمة. تخيل بس السادة المشاهدين، تخيل نفسك كم كمية السعرات الحرارية أو كمية الطعام اللي أنت تناولتها خلال سنة. في المقابل تخيل كم كمية الإساءة لا سمح الله اللي أنت أسأت أو أسيء إليك. لو تجمعت هذه من السنة إلى السنة ستؤدي إلى أمراض لها بداية وليس لها نهاية. فمن لم يسامح عليه أن ينتظر الأمراض التي ستصيبه. رمضان فرصة. فرمضان فرصة ثمينة جدا، تكون عبادة وتكون أيضا تعزيز للصحة للشخص المسامح وأيضا الشخص اللي بتسامحه. كلاكما سيصل إلى حالة مثالية من تعزيز الصحة، وهي عبادة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا إحنا بنحكي رمضان ليس شهر فقط من أجل أني أنا أمتنع عن الطعام، ولكن أيضا من أجل أني أنا أعيد فتح القنوات مع الناس اللي ابتعدت عنهم، مع الناس اللي أسأت لهم، أو مع الناس اللي أساؤوا لي. في كلتا الحالتين خيركم من بدأ بالسلام. الله، جميل. الناس أيضا تظن على أن التسامح فقط هو أن نعفو عن من أساء إلينا، نعفو عن من ظلمنا، لكن مفهوم التسامح أعتقد أوسع. نعم. من كده. هذه الصورة الكلاسيكية إنه أنا بسامح وائل أساء لي أنا سامحته، وائل أخذ مني مبلغ من المال أنا سامحته فيه. لا، الحمد لله. التسامح هو أسلوب حياة، هو سلوك. أنا أتسامح مع ذاتي، أنا أكون أنا متسامح مع نفسي أولا وآخرا، أي بمعنى آخر إن أكون صادق مع نفسي. لما أكون أنا صادق مع نفسي في تعاملي مع الآخرين أكون متسامح. الإنسان الصادق مع نفسه والإنسان الذي فعلا يعيش التسامح يستمح للآخرين بدل العذر ألف عذرا. ولكن الإنسان الغير صادق مع نفسه والذي يفقد الثقة مع نفسه دائما يشك في الآخرين، فيبدأ يدخل موضوع الغيرة والحقد والكراهية والحسد. فبنحكي التسامح أسلوب حياة في كل كبيرة وصغيرة. تسامح مع نفسي، تسامح مع أولادي، تسامح المعلم مع الطلاب، التسامح مع البائع، مع عامل التنظيفات. هذا أسلوب حياة، ويبدأ من الابتسامة. الحب طبعا تسامح، وهذا ما يسمى حاليا بالدراسات البحثية الحديثة السلام الداخلي. السلام الداخلي منظومة ثلاثية الأبعاد، الحب والتسامح والعطاء. والمنظومة الخارجية اللي هي التي تؤثر سلبيا، الحقد والكراهية والخوف. الحقد والكراهية والخوف هذول مقابل سلام داخلي، مقابل راحة نفسية، مقابل التقرب إلى الله ورضا الله، وأيضا مقابل أني أنا أخسر نفسي وأخسر صحتي وأخسر الآخرين. جميل. لكن هناك ناس كثيرة دكتور بيقولوا إحنا التسامح سلوك نفتقده. أنا إنسان عصبي، أنا إنسان سريع الغضب، أنا إنسان لا أقبل أن يخطئ في حقي إنسان آخر. العطاء بالنسبة لي مسألة غير طبيعية، ماذا نفعل؟ أولا يجب أن نعلم شغلة جدا مهمة، الدماغ أو العقل ليس لديه القدرة على التفريق ما بين الحقيقة والخيال، أو ما بين الحقيقة والوهم. بمعنى آخر، كلما غذينا أدمغتنا بالصور الإيجابية، كلما غذينا أدمغتنا بالصور الإيجابية إنه أنا إنسان كريم، إنسان متسامح، أحب الآخرين، كلما أصبح حقيقة. ولكن كلما غذينا
أدمغتنا بالصور السلبية، أنا عصبي، أنا لا أستطيع، ليش أسامح كلما أنا قتلت نفسي؟ فبالتالي علينا المفتاح بإيدي أنا، أنا أن أغذي نفسي بأن عندي القدرة العالية جدا على التسامح. فلان أسألي، طب فلان هذا كل لن يصيبكم إلا ما كتب الله. نعم. فبالتالي كل شيء هو من الله سبحانه وتعالى وليس من العبد. ما هو قد يطرح السؤال، فلان قطع رزقي، فلان ضرني، أخذ مني شيء معين. أنا وجهت أمري لمين؟ لله. لله سبحانه وتعالى. هو عبارة عن أداة أراد الله له لي فيها الخير. جميل. نعم. ولكن هذه النظرة الإيجابية، أني أنا أغذي أدمغتي وأغذي دماغي دائما بالصور الإيجابية، لن أرى إلا الإيجابيات ولن أرى السلبيات، وسأكون في حالة من الحب والتسامح والعطاء الدائم. رائع. الإنسان اللي بيفتقد لهذا السلوك يمكن أن يكتسبه بالتدريب، بالتعلم، بمعرفة مهارات معينة. الدراسات البحثية شو بتحكي، علماء علم النفس بيحكي هذه السلوكيات مكتسبة من البيئة، إني أنا أكون أعطي أحكام مسبقة. الدراسات وجدت بأن الإنسان اللي بيعيش حالة من الحقد ومن التوتر، في منطقة في الدماغ اسمها منطقة إصدار الأحكام، دائما يصدر أحكام سلبية على الآخرين وعلى نفسه، فبالتالي يستطيع أن يكتسبها من نعومة أظافره في السنوات الأولى، إنه يكون متسامح مع زملائه، ويكتسبها متى؟ لما يشوف الأب يتسامح مع الأم، يتسامح في حضن، في حب، في طبطبة زي بنحكي، في بوسة، في كلام إيجابي، ما في عصبية، يكتسب هذا السلوك. ولكن إذا كانت البيئة دائما بيئة منفرة وبيئة سلبية، سيتعزز بداخله. راح أعطيك بس دراسة بسيطة جدا على ما هو تأثير هذا التفكير السلبي، عدم التسامح والحقد على الصحة. في دراسة يابانية، عالم اسمه سوزوكي عمل دراسة بس حلل الزفير، الناس اللي بيعيشوا حالة من القلق والتوتر والغضب والكراهية، من خلال استخراج الألفاظ السيئة، حلل محتوياتها، الهواء الخارج، الهواء اللي خارج، وجد نسبة السموم اللي موجودة فيه قادر خلال ساعة على أن تقتل 80 حيوان من 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 حيوانات التجارب، الفئران، المختبرات. نعم. هذه كمية السموم، هذا اللي طلع، فما بالك في الذي بقي داخل الجسد؟ أكيد أكثر. فبالتالي رسالتنا الأولى في شهر الخير، وإحنا في وطن السلام، وطن المحبة، وطن التسامح، وهذا عام التسامح، وكل أيام الإمارات تسامح، لأنه هذا ما علمنا علي زايد. فبالتالي بنحكي إنه أن نعيش التسامح في كل مجالات الحياة، ونبدأ من اليوم نبعث رسائل إيجابية أن نسامح كل من أساءنا. ورسول الحبيب صلى الله عليه وسلم قال، ربي سبحانه وتعالى أمرني بتسع، منها أن أعفو عن من ظلمني، أعفو عن من ظلمني. جميل. وأن أعطي من حلم. أي إنسان يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة في العفو، خاصة عن من أساء إليه؟ قد يعتقد البعض أنها صعبة، ولكنها عملية فيها راحة نفسية كبيرة جدا، لأن الذي يفكر في الانتقام والحقد والكراهية لمن أساء إليه كمن يتجرع السم وينتظر أن يموت الآخر، فأنت تقتل نفسك بيدك. هو بيعتبره عدو. هو مش عدو، هو مش عدو. فبالتالي فإذا ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر. الصبر والحظ. حظ مع مين؟ حظ مع الله، ليس مع الآخر. لا أبدا، حظك أنت. كل المعادلة التسامح هي مربوطة مع الله سبحانه وتعالى. جميل. فهو من أسماء الحسنى هو العفو. طب من يعلم أبنائه دكتور اليوم ويقول له وأنت في المدرسة وأنت في العمل، إياك أن يأخذ منك فلان شيء، وإذا أخذ منك أحد أو ضربك لابد أن ترد له الإساءة بإساءة، لا, لا, لا تظهر نفسك كضعيف. أخوي تربية الحق بالحق هكذا. أخوي وائل، أضعف شخص الذي يرفع صوته والذي يضرب الآخرين، لأنه عجز. ضعيف. طبعا، لأنه عجز عن لغة المحبة، عن لغة السلام، عن لغة اللسان. فبالتالي أنا، فإذا الذي بينك وبينهم عداوة كأنه بالمحبة، بالابتسامة، بالهدية، بالطبطبة، مش في العداوة وليس في التفكير السلبي. فما بالك إذا كان الأب عم بنقل هذه الصورة تربية؟ هنا نرجع على التربية وللسلوك. إنسان ضربك لا أضربه، الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من القوي؟ قال القوي الذي لا يصرعه أحد، قال الذي يمسك يملك نفسه عند الغضب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. إذن هذه السبة، أن أمسك نفسي عند الغضب، هو نوع من التسامح. واحد الناس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني ويعطيني 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 حتى أحببته. قل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فبالتالي الكلمة الطيبة حب. الله. إذا ما بتحب الآخرين يسمعوك كلام طيب، لا تسمع الآخرين كلام إلا طيب. نحتاج تعديل سلوكنا مع أبنائنا وتربيتنا، كيف يتعاملوا مع الآخرين في المدرسة. سيدي، نحتاج إلى إعادة برمجة، وهذا جميل جدا. وفي هلأ حقيقة هذه نقطة جدا مهمة، هناك هلأ ما يدرس في الطلاب التربية الأخلاقية،
وهذا أيضا يعزز التسامح ويعزز العطاء الإيجابي. فبالتالي ديننا كله دين يسر، دين تسامح، دين محبة، وليس دين عدوانية، وليس دين يؤدي إلى التشتيت أو إلى عملية زرع البغضاء أبدا. جميل، فضل. نعود إلى عنوان حلقتنا الرئيسي. نعم. وهو التسامح والصحة وصحة الإنسان. نعم. الكل يتخيل أن القيم اللي حضرتك اتكلمت عليها قيم نفسية فقط، احنا عايزين نقول ان القيم دي ايضا لها تاثير على اعضاء ووظائف جسم الانسان. يا سيدي، انطلاقا من تجربه اليابان اللي حكيناها بانه كميه السموم اللي خرجت قادره على ان تقتل 80 حيوان من حيوانات التجارب في مده ساعه، هذا اللي خرج من شخص واحد، فما بالك في الذي بقي داخل الجسم، سيؤدي الى تدمير اجهزه الجسم كامله، بدءا من الاحساس بالقلق والاكتئاب والصداع النصفي. نبدأ من أعلى جسم الإنسان إلى بس خلينا في شغلة جدا مهمة. كل الدراسات البحثية تؤكد بأن الأمراض المنتشرة حاليا وما تسمى الأمراض المزمنة بسبب نمط الحياة اللي هو قائم على القلق والتوتر وعدم التسامح، بدءا هنبدأ من أعلى إلى أسفل. نعم. الصداع النصفي والمشاكل اللي أصبحت أكثر من 80% من الناس يعانون من الصداع بسبب عدم القدرة على الاسترخاء والتسامح، عدم القدرة على تقبل الآخرين، هو عدم القدرة على التكيف بأنه وائل ليش وائل بأخذ راتب أحسن مني، ليش وائل عنده أولاده أحسن من أولادي، دخل فيها الحسد، فبدأت القلب اللي هو منبع الحب والتسامح ينقبض عشوائيا، فيؤدي إلى نقص الأكسجين اللي هو غذاء لكل خلايا الجسم، فينقص الأكسجين وينقص التروية للدماغ، لكن لا تنقص عن الحد المطلوب، فيؤدي إلى الصداع النصفي المستمر والمزمن وما يتبعه من مشاكل في شبكية العين، ضغط العين، ضغط العين، وما يتبعه من مشاكل في الجيوب الأنفية، وما يتبعه من مشاكل في اللسان. الغضبان دائما نقول بأنه يتطاير من عينه الشرر، تشعر في عينه وكأنها صارت يعني مع الاحمرار أو عدم اتزان. وأنت كيف بتقيس الإنسان أنه غضبان؟ من نظرة العين. نظرة العين. نعم. ضغط الدم ارتفع بشكل كبير جدا. ونأتي يا سيدي على الجهاز التنفسي، الربو الذي يصيب البعض، عدم القدرة على التنفس، التعب الشديد، لأنه نتيجة أيضا إجهاد كامل جدا الجسم. شوف حقيقة الجسم، داخل الجسم في حرب ما بين التخلص من الفضلات والسموم الناتجة عن الحقد وعدم التسامح الكورتيزون والأدرينالين، وما بين ضخ هرمونات السعادة، ضغط كبير جدا الجسم بحارب على جبهتين. افتح، لا تفتح جبهتين على حالك، خليك أنت تعيش في الراحة، لأنه قل لن يصبك إلا ما كتب الله لكم. إذن مجرد التفكير القلب حكينا راح يضخ، يزداد هرمونات التوتر والقلق، الجسم يصدأ، أي يصبح الجسم وسط نشط جدا للخلايا السرطانية. عند هذه النقطة الخطيرة نأخذ فاصل ونعود. مشاهدينا في كل مكان، فاصل ونعود إليكم. نذكر بسؤال الحلقة، أكمل هذا الحديث، من تصدق بعدل تمرة والجائزة 500 درهم، وبعد الفاصل إن شاء الله نتلقى إجابتكم، فابقوا معنا. منظومة السلام الداخلي، الحب والتسامح والعطاء، ما أجمل هذا الكلام اللي سمعناه معكم مشاهدينا وضيفنا العزيز الدكتور أسامة إلالة، استشاري النشاط البدني وأسلوب الحياة. لكن بذكركم مشاهدينا بسؤال حلقة اليوم، وهو أكمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تصدق بعدل تمرة ماذا بعد ذلك؟ يعني نريد تكملة هذا الحديث الذي بدايته من تصدق بعدل تمرة والجائزة عبارة عن 500 درهم نقدا، وإجابة السؤال بنتلقاها على الرقم الظاهر أمامكم مشاهدينا على الشاشة، هتفوزوا معنا بهذه الجائزة القيمة. بنرجع نكمل مع ضيفنا العزيز دكتور أسامة، وصلنا إلى كم التراكمات من جراء الحقد والحسد. لكن دكتور دعني أذكر بأن الآية القرآنية اللي نزلت في سورة طه تحدثت عن إغواء الشيطان، وهو أصله كان حسد وحقد لآدم. صحيح. عليه السلام، وربنا أخرج آدم من الجنة فقال له اهبطا منها، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، وهدى الله كله تسامح ومحبة. نعم. ولكن الآية اللي عقبتها، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه المعيشة اللي كلها قلق وتوتر ومشاكل، هذا من جراء عدم التسامح. الفطرة الإنسانية اللي ربنا سبحانه وتعالى جبل عليها الإنسان، الذي هو نفحة من روح الله سبحانه وتعالى، هي الحب والتسامح وليس الحقد والكراهية. هذه الفطرة، ولكن
كل اللي بنشوفه من حقد وحسد وعدم تسامح هو من فعل الشيطان. وهذا أيضا ما حصل مع سيدنا يوسف عليه السلام. قصة سيدنا يوسف نعم. بعد أن نزغ الشيطان بيني، هذا من أدبه الجم في أن تحدث أو نسب هذا لنفسه وللشيطان. هو كان عمره 10 سنين أو 9 سنوات، ماذا يفعل؟ إذن السلوك الإنساني هو سلوك الفطري، سلوك الرحمة وسلوك المحبة وسلوك التسامح. ولكن كل اللي عم نشوفه نتيجة التفكير فيما يلي، أو غياب نقطة رئيسية بأنه كل لن يصيبكم إلا ما كتب الله، لله ما في السماوات، كل شيء لله. هو الحقد والحسد من وين بيجي؟ ليش أنه فلان أحسن مني؟ جميل. هذا شيء هو رزق أيضا، لما أنا أؤمن بأنه هذا الرزق هو من عند الله سبحانه وتعالى، بأنه الرزق، بأنه الصحة رزق، الأولاد رزق، العلم رزق، محبة الناس رزق، التسامح رزق. هذا تربية إيمانية وتربية نفسية وتربية مجتمعية محتاجة لأنه نظر. لأنه كل هدف العبادات ومنها أيضا السلوكيات المرتبطة في العبادات كالحب والتسامح والأمان، وهي تعزيز الصحة. الله، نأخذ الصلاة ونرجع نكمل مع حضرتك الكلام الجميل. ومعنا اتصال من أحمد من الفجيرة. أهلا، مرحبا يا أحمد، تفضل. ألو، السلام عليكم يا أحمد، أهلا بيك، حياك الله. معك أحمد رشاد عبد الحميد. أهلا بيك سيد أحمد. أهلا بيك. إجابة السؤال. الحديث بسم الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم. كما يربي أحدكم. كما يربي أحدكم فلوة. 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 فلوة حتى تكون مثل الجبل. نشكرك يا أحمد على الحديث. كما يربي أحدكم فلوة، أي فرس الصغير. نعم. معنا اتصال آخر. نشكرك يا أحمد على المشاركة معنا وعلى إجابة السؤال. معنا أسامة من الفجيرة. أهلا مرحبا يا أسامة. أسامة هيفوز. أسامة هيفوز. كيف حالك يا أسامة؟ الحمد لله. دكتور أسامة بيقول إن حضرتك هتفوز. أسامة. هذا بيتوقع. بس إذا ما فزت يسامحنا يعني. نعم. إجابة السؤال هي، تفضل. الإجابة السادة إنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون فلوة. نعم، حتى تكون مثل الجبل. تتخيل التمرة مثل الجبل لأنها من كسب طيب ولأنها أنفقت في سبيل الله. نشكرك يا أستاذ أسامة على المشاركة معنا، وهنشوف في نهاية المسابقة مين اللي يفوز، ده توقعات الدكتور أسامة ولا إن شاء الله النصيب يغلب على ذلك. نشكرك يا أسامة على المشاركة معنا. معنا اتصال من وليد من الشارقة، حياك الله أستاذ وليد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إجابة السؤال هي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، من كسب طيب، من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. نشكرك أستاذ وليد على المشاركة معنا وعلى الإجابة. ومعنا اتصال آخر، جمعة من الشارقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ جمعة، تفضل. الله يحييك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب الطيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. نشكرك أستاذ جمعة على مشاركة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى ضيفنا وبنتكلم دكتور على الصحة النفسية الخاصة. نعم. بالقلب، والقلب هو محل المشاعر. صحيح. كيف يؤثر التسامح على صحة القلب؟ يا سيدي، حاليا في الدراسات الطبية والنفسية إن هناك ما يسمى القلب المكسور. مكسور. مكسور، كسر فعلا، نتيجة أو أيضا كما قاربنا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ليه هذه السلوكيات اللي ما فيها تسامح ودائما تفكير سلبي في الآخرين وعدم التسامح وعدم العفو عن الآخرين وعدم التنازل عن بعض الأمور البسيطة جدا، تؤدي إنه يصبح الإنسان قلبه مكسور نتيجة سببين. السبب الأول بأنه حط الثقة في مكان غير مناسب، والسبب الثاني إنه غير قادر على التسامح. غير قادر على التسامح، فيمرض القلب ويشيخ القلب ويشيخ الإنسان يعمل القلب طبعا. فبنحكي إنه تأثيرها على القلب اللي هو العضلة الذي تعمل طول الحياة ولا تتوقف، هذه العضلة كل ما صار فيها عملية التفكير بالحقد والكراهية وعدم الحب وعدم التسامح سيؤدي إنه
الجسم يغرق بهرمون الأدرينالين والكورتيزون، فيصبح الجسم تماما زي ما حكيت في البداية يصدأ ويشيخ مبكرا، وأول عضلة تتأثر هي عضلة القلب وثم العضلات الأخرى. على فكرة أول ما يتأثر الجهاز الهضمي ثم يتبعه العضلات. تتأثر أيضا نعم. بالكور والعقل والعصب، لأنه القاسم المشترك ما بين الشيخوخة والأمراض اللي هي المرتبطة في الخمول البدني هي فقدان الكتلة العضلية، تضمر العضلات، تتعب العضلات، فليس الإنسان يصبح غير قادر على القيام بأبسط الأمور. فبالتالي تأثيرها على القلب تأثير سيء جدا. نعرف ده لو الإنسان لم ينم بشكل جيد، لو النوم تأثر الإنسان يبدأ ينهار. سيدي حين أيضا الحقد والخوف والتوتر وعدم التسامح يؤثر على النوم بشكل كبير جدا. كيف؟ احنا عارفين قصة سيدنا عمر لما سئل ما أقوى الجبال؟ نعم. ما أقوى جنود الله؟ تدرج من واحد إلى اثنين حتى وصل إلى أقوى جنود الله الإنسان، ولكن قال إن الإنسان يغلبه النوم، فالنوم أقوى جنود الله، ولكنه قال أن النوم يغلبه الهم والغم والخوف. فأنا ليش أعيش الهم والغم والخوف وأنا بين يدي الله؟ الله جميل. ليش أنا أعيش إنه أنا خايف من فلان أو مفكر بفلان؟ ما أنا أفكر بالخالق، إن لم يذكرك أحد فتفكر الواحد الأحد. أنا علاقتي مع الله، أوكل أمري إلى الله. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله. نأخذ اتصالات ونرجع لكمل هذا الكلام الجميل. معانا اتصال من سعد من الفجيرة. أهلا ومرحبا يا سعد، تفضل. أهلا. إجابة السؤال هي أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة، فإن الله يقبله بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. صدق رسول الله. نشكرك يا سعد على المشاركة معنا وعلى إجابة. ومعنا فاطمة من العين. أهلا ومرحبا يا فاطمة، تفضلي. ألو. أهلا وسهلا بك، تفضلي. إجابة السؤال هي من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها. يربيها نعم. ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. نشكرك يا فاطمة على المشاركة معنا وعلى هذا المثال الرائع. معنا عبيد من رأس الخيمة. أهلا ومرحبا يا عبيد، تفضل. إجابة السؤال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحييكم. إجابة السؤال هي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. أشكرك يا عبيد على المشاركة معنا. ومعنا آخر اتصال من شيرين من الفجيرة. أهلا ومرحبا يا شيرين، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها يربيها نعم كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. نشكرك يا شيرين على المشاركة معنا وعلى إجابة السؤال. وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ معنى العطاء وخاصة بالأشياء البسيطة. دكتور، نذهب إلى فصل ونعود إن شاء الله مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، فصل قصير ونعود نكمل معكم، فابقوا معنا. مشاهدينا، نعرف مين فاز معنا النهاردة بجائزة الحلقة مع دكتور أسامة. اسحب لنا دكتور. أنا وبسحب بدي أحكي بس شغلة، إنه المتسامح لما تسامح أنت الفائز الأول، أنت الكسبان، سامح أنت الرابح. أنت الرابح. أحسنت الله. والله أسامة، والله صدفة. يعني أنت مكشوف عنك قبل الأوراق. أسامة ألف مبروك، الجائزة 500 درهم نقدا. نشكرك دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. واكتشفنا كرامات النهاردة ومشاهدينا مع هذا الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من لدنك رحمة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. جمعية الفجيرة الخيرية تتمنى لكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا. للتواصل الرقم المجاني 800-88-44، خدمة الواتساب، الموقع الإلكتروني